خبر توقيع النجم متعب شراحيلي لنادي الرائد لاعب النصر السابق وحارس النصر السابق. خليني ارحب معي على الهاتف بمتعب شراحيلي. الله فيك متعب. اهلا اهلا حبيبي يا اخوي هاني. الف مبروك توقيعك اليوم مع الرائد كهاوي. كيف كان هذا التوقيع وكيف القصة كاملة وتنسيقك من نادي النصر؟ الله يبارك فيك يا حبيبي يا اخوي هاني. زي ما انت عارف اليوم وقعت صباح اليوم وقعت مصالحة مع نادي النصر واتجهت الى القصيم اليوم ووقعت هاوي الى فترة التسجيل الجاية تقريبا هي باقي لها تقريبا شهرين كذا وراح ارفع اوراقي كلاعب محترف باذن الله. طيب كيف يعني انت كنت قبل لاعب معار الى نادي الرائد صحيح العام؟ اي نعم صحيح. طيب النصر كيف اعطاك المخالصه؟ ما كان في حاجه لهذا يعني لك في القادم؟ والله زي ما انت عارف الان نادي النصر يعني ما شاء الله حراسه كلهم جميعهم يمثل المنتخب يعني ما شاء الله، ولو تحط كل واحد في نادي راح يلعب اساسي ما شاء الله، يعني حراس ما شاء الله على مستوى عالي. طيب انت تعرف وليد عبد الله وشيحان وعبد الله النزيل. صحيح. اي نعم. طيب كان في عروض اخرى؟ كان في عروض اخرى لك من غير الرائد؟ كان في عروض كان في تقريبا عرضين غير الرائد، بس اني انا فضلت يعني نادي الرائد صراحه، بما اني لعبت الموسم الماضي لعبت مع نادي الرائد وقدمت يعني مستوى كويس، وباذن الله الموسم هذا برضه يعني نقدم افضل من الموسم الماضي. متى تم رفع اوراقك لجنه او الاتحاد السعودي لاعتماد الكهاوي؟ الان انا خلاص يعني زي ما انت عارف وقعت كلاعب هاوي، وان شاء الله باذن الله بكره راح يرفعون اوراقي يعني كلاعب هاوي، وبعد شهرين اول ما تفتح فتره التسجيل حتفتح الفتره حتسجل لاعب محترف. تم؟ اقول بعد ما تفتح الفتره على طول حتسجل لاعب محترف في نادي الرائد. اي دايركت على طول فتره التسجيل الجايه باذن الله. الله يوفقك متعب في ناديك الجديد. كان معي على الهاتف متعب شراحيلي لاعب الرائد الحالي وحارس مرمى النصر سابقا.